في البدايات لايك واشتراك، فعل زر الجرس وتابع معانا الحلقة إلى نهايتها. اقتربت يا سادة يا كرام، اقتربت يا سادة يا كرام إقالة خليلو زيتش وتعيين مدرب جديد، مدرب عالمي للمنتخب المغربي. فوزي لقجع أكد بأن خليلو زيتش سيعود إلى الأراضي المغربية في الساعات القليلة المقبلة، وسيتم عقد جلسة بينه وبين المدرب البوسني من أجل إنهاء كل شيء وفسخ التعاقد بين الطرفين. كذلك فوزي لقجع أكد بأن في مدربين كبار وعالميين مرشحين بقوة سيتم الاختيار ما بينهم لتدريب المنتخب المغربي. فوزي لقجع أكد بأن هيرفي رينار هو الأقرب، ولكن هناك أيضا مدربين آخرين زي رودي جارسيا وزي فيدريكو فالفيردي. أما عن حكيم زياش خرج بتصريح امبارح وأكد رحيله عن فريق تشيلسي نتيجة الظلم اللي شايفه.